حضور رائع لمراسلينا حول العالم من الشباب في هذا الصباح، نتواصل من خلالهم مع وطننا الأم. ننقل لكم الحدث مباشرة أحبتي عبر تقارير مراسلينا ومراسلتنا حول العالم من الشباب العربي، وأيضا يكون حضور قوي لشبابنا العربي الأمريكي إن شاء الله في إذاعة صوت العرب. نتابع تقرير أعدته لنا الصحفية الشابة من فلسطين رواء أبو معمر حول ذكرى 40 ليوم الأرض والمصادف في 30 من شهر أذار الجاري. تعود أحداث يوم الأرض الفلسطيني لعام 1976 بعد أن قامت السلطات الإسرائيلية بمصادرة آلاف الدنومات من الأراضي العربية ذات الملكية الخاصة أو المشاع في نطاق حدود مناطق ذو أغلبية سكانية تحت غطاء مرسوم جديد صدر رسميا في منتصف السبعينات، أطلق عليه اسم مشروع تطوير الجليل، والذي كان في جوهره الأساسي هو تهويد الجليل، وبذلك كان السبب المباشر لإحداث يوم الأرض هو قيام السلطات بمصادرة 21 ألف دنم من أراضي عربة وسخنين ودير حنة وعرب السواعد وغيرها في منطقة الجليل في فلسطين التي احتلت عام 48، وهي القرى التي تدعى اليوم مثلث الأرض، وتخصيصها للمستوطنات الصهيونية في سياق مخطط تهويد الجليل، علما بأن السلطات الإسرائيلية قد صدرت خلال الأعوام ما بين 48 إلى 72 أكثر من مليون دنم من أراضي القرى العربية في الجليل والمثلث، إضافة إلى ملايين الدنمات الأخرى التي استولت عليها عام 48. المزيد حول هذا الموضوع في تقرير أرسلته لنا مراسلتنا من فلسطين رواء أبو معمر، نستمع. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. حاولنا وبنحاول لليوم ولبكرة ولألف سنة قادمة فإننا نستغل أرضنا ونعيش فيها ونموت فيها. الثلاثين من آذار يوم الأرض الفلسطيني، يوم يحتفل فيه الفلسطينيون دونا عن غيرهم من الشعوب في رسالة منهم للتذكار والانتماء للأرض المسلوبة. يقول للمحتل أنهم متجذرون باقون في هذه الأرض. حياة الفلسطيني مربوطة بأرضه. احنا لا يمكن تهجرنا في 48، لا يمكن نتهجر مرة ثانية نعمل هجرة ثانية في أرضنا. احنا دورنا انهدمت علينا واحنا ظلينا في بيوتنا، وأرضنا حتظل نزرعها حتى لو أجوا اليهود هنا، مش هنتحرك من هذه المنطقة، لأنه احنا حنحييها إن شاء الله بإذن الله بقدرة الله. جاء يوم الأرض بعد هبة الجماهير العربية في أراضي الداخل الفلسطيني 48 عام 1976، معلنة صرخة احتجاجية في وجه سياسات المصادرة والاقتلاع والتهويد التي انتهجتها إسرائيل، وتمخض عن هذه الهبة ذكرى تاريخية سميت بيوم الأرض. يوم 67 اليهود حبوا أنهم يفرغوا قطاع غزة من سكانها. كيف؟ كانوا يقولوا للمواطن اللي بده يهاجر احنا مستعدين نسلم هويتك ونعطيك 10 دنانير 20 دينار بحيث انه يسلم هويته ويفرغوا قطاع غزة ويهاجر على الاردن. وكان الرد الاسرائيلي عسكريا شديدا على هبة يوم الارض باعتبارها اول تحد، ولاول مرة بعد احتلال الارض الفلسطينية عام 1948، حيث دخلت قوات معززة من الجيش الاسرائيلي مدعومة بالدبابات الى القرى الفلسطينية وأعادت احتلالها، موقعة قتلى وجرحى بين صفوف المدنيين العزل، فكانت حصيلة الصدمات قتل 6 أشخاص وإصابة المئات من الفلسطينيين. ويستعد الفلسطينيون في الداخل الفلسطيني والضفة الغربية وقطاع غزة والشتات والمتضامنون من أنحاء العالم لإحياء الذكرى 40 ليوم الأرض، بناء على دعوات أطلقتها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في فلسطين. احنا يوم الأرض بيعنينا الحرية، بيعنينا إن 70 سنة والأرض قاعدة تنسلب منا وبتنسلب من مزارعينا، وبتعنينا الحرية. احنا مسكرين من جميع المعابر. ايش يوم الأرض؟ يوم الأرض قاعدة بتنسلب منا قدام عينينا. وتأتي هذه الذكرى
في ظل تصاعد الهجمة العنصرية ومصادرة إسرائيل مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية، وسط انتقادات لوزارة الخارجية الأمريكية معتبرة أن السياسة التي تنتهجها إسرائيل من بناء للمستوطنات تعرقل احتمال التوصل إلى سلام على أساس حل الدولتين. أتمنى نروح على الأرض ثاني وعلى بلدنا ثاني وحلم. يعني أنا صح إنه مهاجرين وإشي، لكن حلم. يا ريت نرجع مسقط راسنا آخر عمرنا. لإذاعة صوت العرب، رواء أبو معمر، فلسطين المحتلة.